مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. أكيد لا صوت يعلو على صوت السوبر. مباراة السوبر هي المباراة اللي بكرة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي هيلعب مباراة مع نادي الزمالك في دولة الإمارات. أكيد كلنا قلوبنا مع فريق النادي الأهلي، أكيد جماهير النادي الأهلي كلها بإذن الله هناك. كمان الموضوع كبير جدا في الإمارات، استقبال عظيم، جماهير عظيمة ورا فريق النادي الأهلي. بإذن الله نتمنى له من كل قلوبنا بكرة بإذن الله إن ربنا يكرمه، وبإذن الله يرجع لنا ببطولة السوبر المحلي من دولة الإمارات الشقيقة بإذن الله. بكده نبدأ أخبار النادي الأهلي. أول خبر معانا دوري سيدات السلة، والنادي الأهلي بيفوز على نادي هيليوبلس بسوبر سيدات السلة بنتيجة 88-66. دي الجولة الخامسة في الدور الترتيب الدوري السوبر. الماتش اتلعب امبارح على صالة هيليوبلس الشروق. ما شاء الله على بناتنا، السكور كبير، ما شاء الله مركزين. وكمان الأنجولية أتالي لوكاس لعبت امبارح وكان ما شاء الله ظهرت بصورة مشرفة جدا، ظهرت ان هي فعلا داخل فريق النادي الاهلي اكنها بتلعب مع النادي الاهلي بقالها 3-4 سنين. دي حاجه مهمه جدا جدا. عندنا مباراه مهمه جدا مع نادي سبورتنج باذن الله يوم النادي سموحه عفوا باذن الله يوم الجمعه الجايه في الاسكندريه. كل امنياتنا طيبه ليهم في دوري السوبر سيدات السله، دائما اللي معودينها على كل الانتصارات. هنكمل مع كره السله ورجال كره السله ومباراه مع نادي مصر للتامين النهارده. أول مباراة لنهائي دوري السوبر أو ربع نهائي دوري السوبر. الوقت ده خلاص عدينا مرحلة الترتيبية ودلوقتي شغالين من دور الثمانية، عبارة عن الخمس مباريات اللي بيكسب ثلاثة بيصعد للمرحلة اللي بعديها. بس السنة دي برضو الوضع اختلف، لعبوا أول مباراتين، لعبوا مباراتين على الأهلي، مباراتين على مصر التأمين، والمباراة الفاصلة الأخيرة. أكيد الماتش النهاردة بيتلعب على صالة الأمير عبدالله الفيصل. في أول مرة من فترة من شهر ونص تقريبا كانت الصالة فيها إصلاحات كثيرة جدا، وما شاء الله على رجالتنا بإذن الله، ربنا يوفقهم بإذن الله. النادي الأهلي خرج من دوري السوبر الترتيبي للمركز الثاني، وكان مصر التأمين في المركز السابع، عشان كده تقابلوا. كل أمنياتنا الطيبة ليهم بإذن الله في المرحلة اللي جاية، لأن دوري مهم جدا، دوري سوبر الرجال. هنسيب كرة السلة وهنروح لكرة اليد. كرة اليد وفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في دوري سيدات كرة اليد. النادي الأهلي بيفوز بنتيجة 25-18، فارق 7 أهداف. بالأكيد المدير الفني كابتن إياد صلاح عدل كثيرا في المرحلة اللي فاتت من أمور كثيرة جدا بسبب الخسارة وخروجه من الكاس، لكن بناتنا كان عند حسن ظن الجميع وقدروا يعدوا المرحلة دي ويفوزوا على نادي الزمالك في الجولة الخامسة من الدور الأول للدوري العمومي سيدات. الأهلي كان خلص الشوط الأولاني بنتيجة كبيرة جدا 14-5، وكان ما شاء الله عليهم يعني أداء رائع دفاعي وهجومي، والنادي الأهلي قدر يستحوذ على الفاست بريك في المباراة، عشان كده قدر يروح لأرقام مختلفة في هذه المباراة. الفارق وصل في الشوط الثاني ل10 أهداف، لكن نجمتنا خلصوا المباراة بنتيجة 25-18. النادي الأهلي ما شاء الله ماشي 5 انتصارات، زي ما شايفين قدامنا صورة جميلة لسيدات الأهلي لكرة اليد. الأهلي عنده المباراة الجاية بإذن الله في الإسكندرية يوم السبت اللي جاي مع نادي سبورتنج. نتمنى لهم التوفيق والاستمرار في المكاسب اللي بيحققوها في دوري سيدات اليد. هنسيب سيدات اليد وهنروح لرجال كرة اليد. رجال كرة اليد كان عندهم مباراة بكرة مع نادي البنك الأهلي. الخبر طالع إن احنا هنأجل يوم أكيد ليه؟ عشان مباراة الأهلي والزمالك، دي رقم واحد. فالأسباب التسويقية للشركة الراعية اللي كنا بنتكلم عليها في آخر حلقتين هنا، اتكلمنا على موضوع التسويق الرياضي، أكيد أجل المباراة 24 ساعة عشان يقدر يذيع على القناة اللي واخدة حقوق البث. النادي الأهلي كسب أول مباراتين الأولمبي وسموحة، الأهلي بيلعب دلوقتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط عن نادي زمالك المتصدر للبطولة. الأهلي لسه كسبان مباراة نادي الشمس في دور ال 32 في كأس مصر اللي اتلعب على ملاعب نادي الشمس 32-22. المباراة خلصت ما شاء الله ماشيين، كان الأهلي هو حامل لقب بطولة كأس مصر في آخر سنة أو في آخر نسخة ليه. هنستمر مع نجوم النادي الأهلي بس في الكرة الطايرة، والنادي الأهلي بيفوز على نادي سبورتنج يوم الاثنين اللي فات أول أمس
النادي الاهلي فاز على نادي سبورتنج بنتيجه 3-0. كانت مباراه مؤجله منهم من الدور الاول. المباراه اتلعبت على صاله الشهداء او الصاله الصغيره بالنادي الاهلي الجزيره، وكسب النادي الاهلي 25-21 25-20 25-19. بكده النادي الاهلي بيطلع عليه المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ورا نادي الزمالك المتصدر للمجموعة ب 35 نقطة ومتصدر الدوري ب 35 نقطة، بسبب النادي الأهلي كمان لسه ليه مباراة مؤجلة مع نادي الطيران، بس دي كانت آخر مباراة قبل البطولة العربية اللي بدأت النهاردة. خلينا نروح تقرير مع نجوم الطايرة، قالوا إيه عن البطولة العربية وقالوا إيه بعد مكسب نادي سبورتنج في دوري رجال كرة الطايرة. والله هي كانت صعوبتها بس ان احنا لسه راجعين اول امبارح من معسكر السعوديه، اللعيبه ما لحقتش يعني تاخد اجواء مصر هناك، شويه الدنيا حر شويه والبرد ضرب اللعيبه كتير يعني، علاوه على كده في شويه شد واجهاد للعيبه من اثر المعسكر يعني. فالحمد لله الماتش يعني اقدر اقول عليه متوسط، بس كسبنا الحمد لله بسهوله يعني الحمد لله. طبعا البطوله العربيه دي اهم دلوقتي، الفرقه كلها همها كله البطوله العربيه، وان شاء الله نقدر نشرف النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. احنا خدنا معسكر جيد جدا في السعوديه مع بدعوه من نادي الوحده، وكان معسكر قدر عليه جيد جدا ناجح يعني، قدرنا نعمل ماتشين هناك، قدرنا الحمد لله نركز على النواحي الفنيه. لكن انا من وجهه نظري لسه الفرقه ما وصلتش للاداء المطلوب بمنتهى الامانه، برضو منتخب او نتائج المنتخب مؤثره جامد جدا على اللعيبه وبالذات اللعيبه الكبار، ما زالت مؤثره. اتمنى ان احنا نخرج من الحاله النفسيه دي او اللعيبه تخرج من الحاله النفسيه دي في البطوله العربيه مع الماتشات ان شاء الله. ده شيء طبيعي انا متوقعه تماما ان ده كان يحصل بعد الاخفاقات بتاعت المنتخب، لان فرقه المنتخب تضم عدد كبير جدا من النادي الاهلي يعني. فان شاء الله نقدر نقف في البطولة العربية بالذات، فرصة كويسة جدا ان الاولاد يخرجوا من الحالة دي، وان شاء الله نقدر نحسمها ان شاء الله. طبعا الحمد لله على ماتش النهاردة، احنا في الاول بفارق نقطة عن الزمالك، بس طبعا لسه بدري دلوقتي، خلاص بالنسبة لنا الدوري وقف شوية عشان البطولة العربية، واحنا دلوقتي كل تركيزنا في البطولة العربية، فربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي بإذن الله. والله احنا لسه جايين من معسكر من السعوديه، والحمد لله كان معسكر ناجح، لعبنا ماتشين هناك وكانوا موفقين الحمد لله، وعندنا بطوله عربيه ان شاء الله بعد يومين اول ماتش باذن الله، وطبعا الفرقه كلها مستعده وجاهزين باذن الله للماتش للبطوله كلها عامه. واصلا احنا بدانا البطوله من النهارده يعني، كان الاول ماتش من النهارده يعني، ان شاء الله ربنا يكرم. وطبعا الجمهور اتمنى طبعا ان هو يشرفنا وفي الصاله ويقف جنبنا، وربنا يكرم ان شاء الله ناخد البطوله يعني باذن الله يعني. الحمد رب العالمين، طبعا مباراه كانت مهمه لينا، نرجع تاني اول الدوري الحمد رب العالمين، كانت مهمه لينا بالنسبه لنا استعدادنا للبطوله العربيه. الحمد لله قدرنا نحسم الحمد لله، اللعيبه ادت كل عندها والجهاز الفني الحمد لله كلنا شاركنا بنسبه 90% الفرقه شاركت الحمد لله، في بعض الاصابات عندنا بس الحمد رب العالمين يعني قمنا بالواجب والحمد لله حسمنا اللقاء لينا الحمد لله. طبعا اول حاجه البطوله العربيه طبعا بطوله مهمه لينا، اول بطوله تعتبر في الموسم، خلاص هنقفل صفحه الدوري ان شاء الله الاسبوعين الجايين ديت. طبعا بطوله بتضم كل فرقه بتجيب 2 محترفين، فبطوله بتبقى على اعلى مستوى الحمد لله رب العالمين يعني. نهينا الدوري النهارده نعتبر الحمد لله رب العالمين مركز اول الحمد لله، حاجه كويسه. عملنا معسكر في السعوديه لمده 8 ايام، كان معسكر موفق الحمد لله رب العالمين، خضعنا فيه مباراتين ودقيقتين مع نادي الوحده والحمد لله كسبنا، وكان يعني معسكر ناجح لينا. طبعا خلاص البطوله ان شاء الله تبتدي يوم الاربعاء، خلاص هنقفل بقى صفحه الدوري دلوقتي، وان شاء الله رب العالمين تبقى البدايه مع الفريق عمان ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نرجع اللقب تاني للنادي الاهلي باذن الله. زي ما كابتن عبد الله عبد السلام قال هنبدا البطوله العربيه، احنا فعلا بدانا البطوله العربيه النهارده، والنادي الاهلي بيفوز على نادي صايب العماني بنتيجه 3-1. بنتيجه اشواط بدايه البطوله العربيه النادي الاهلي بيلعب معاه اساريا الليبي ونادي كمان خبيل اليمني، بيلعب النادي الاهلي في صاله استاد القاهره صاله رقم 2. نتمنى منهم زي ما كابتن عبد الله عبد السلام بيقول ان اللقب مهم، احراز اللقب مهم لاضافه لقب جديد لتاريخ وسجلات وبطولات النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده 6 القاب عربيه، كل امنياتنا الطيبه ليهم. النادي الاهلي فاز النهارده
على نادي السيب العماني في افتتاح البطوله 25-21 25-17 و25-15 22-25 النادي الاهلي خسر شوط واحد في هذه المباراه. الاهلي وحامل لقب 6 وان شاء الله باذن الله يوصل للرقم السابع باذن الله في هذه البطوله عشان يعادل نادي الصفاقسي التونسي المستحوذ على 7 القاب. هنسيب كرة الطايرة وهنروح للألعاب الفردية في النادي الأهلي والكاراتيه. لعبة الكاراتيه ما شاء الله دائما وأبدا إنجازات وبطولات وميداليات كثيرة جدا على المستوى المحلي والأفريقي والعربي والعالمي. شيء مشرف جدا داخل النادي الأهلي فعلا جهاز كاراتيه جهاز مشرف بقيادة الدكتور مراد عاصم. فريق ناشئات الأهلي في الكوميتيه تحت 19 سنة بينجح في الفوز ببطولة الدوري بعد ما كسب في المباراة النهائية نادي الزمالك عشان كده يحتفظ بالدرع للموسم الثاني على التوالي. معانا جوه هذا الفريق العظيم أسراء أسامة، ملك عبد الحميد، فاطمة عبد الناصر، منى الهواري، وكمان حور أحمد، زينب علاء، شهد عاطف، سارة سمير، فريد البرقي، والمدرب كابتن عبد الرحيم قاسم وكابتن خليفة عبد الدايم مدربين، ومعاهم كابتن عبد الرحمن احمد مدرب اللياقه البدنيه، كابتن حاتم يوسف مدير قطاع الكوميتيه، دكتور محمد حسن مدير الجهاز، وكمان اكيد كلها تحت قياده رائعه من الدكتور مراد عاصم. فعلا بنحييه، بنحيي ولادنا وبناتنا في كل قطاع الكاراتيه لانه فعلا ما شاء الله عليه انجازات وبطولات كثيره جدا في على جميع الاصعده. هنسيب الكاراتيه وهنروح للسكواش ونجمنا الكبير كابتن كريم عبد الجواد. بيحرز الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للرجال، بطولة الجمهورية اتلعبت على ملاعب استاد القاهرة من 13 إلى 18 فبراير. كريم كسب في المباراة الثالث والرابع زميله كابتن محمد أبو الغار بنتيجة 3-0. كريم كان خسر في مباراة الدور قبل النهائي من علي فرج وزميله ونجم نادي وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا. كريم على التصنيف العالمي على المستوى على المركز الرابع، نتمنى له تحسين المركز لان هو فعلا ما شاء الله عليه ماشي دلوقتي بخطى ثابته، نتمنى له في الوقت اللي جاي يكون يدخل للترتيب الثاني والاول باذن الله. هنسيب كده خلصنا اخبار الاهلي، هنروح للاخبار المحليه ومنتخباتنا. اول خبر عندنا وزير الشباب والرياضه بيستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرمايه. استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية، كان برفقته سكرتير عام الاتحاد الدولي واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية. كل ده على هامش البطولة العربية، في بطولة عربية في مصر بتقام، بدأت البطولة وتخلص يوم 26 فبراير في بطولة عربية، وكمان بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية السيدات. أكيد الوزير الشباب والرياضة رحب جدا جدا برئيس الاتحاد الدولي وأثنى لمجهوداته والدور اللي بيقوم بيه لنشر لعبة الرماية في العالم كله، وكمان قال إن القيادة السياسية في مصر الدكتور أشرف صبحي أكيد بتدعم كل الألعاب في مصر للرياضة وبتدعم الرياضة بصفة عامة، وكمان بتتكلم على جميع استضافات لأي بطولة دولية تحت يعني مصر تحت فتح ايديها لكل الدول في العالم ان هي تقدر تستضيف كل البطولات. كمان اعرب رئيس الاتحاد الدولي عن شكره على الاستقبال اللي عمله الدكتور اشرف صبحي، واكيد قال ان مصر من معاقل الرمايه في العالم ودي كانت حاجه مشرفه جدا وفي تطور كبير في الرمايه في مصر. لسه مستمرين مع الدكتور اشرف صبحي وتكريمه لمنتخب المصارعه اللي فاز بتاني افريقيا. فاز بتاني افريقيا بيكرم ما شاء الله بصراحه الدكتور اشرف صبحي كلمه حق تقال سريعا جدا في التكريم لان اللعيب بيحتاج التكريم ده. اللعيب نفسه اول ما بيحس ان هو انجز وخلص بيحب التكريم ده، بيحب التكريم السريع ان هو حد شايفه وحد عارفه. كمان على طول الدكتور اشرف صبحي بيستقبلهم وبيحييهم على ادائهم في هذه البطوله الافريقيه عشان كمان ده حافز ليهم في المرحله الجايه يروحوا للمركز الاول. منتخب المصارعه دخل في معسكر اعداد بالمركز الاولمبي في المعادي عشان ايه البطوله الافريقيه المؤهله للاولمبياد ان شاء الله طوكيو 2020، بطوله هتقام في شهر ابريل باذن الله. نتمنى كمان من المصارعه وصول نجوم ونجمات المصارعه الى المحفل الاولمبي، لاكيد المحفل الاولمبي دي شيء مهم جدا جدا جدا. هنسيب المصارعه وهنروح للاتحاد الخماسي وصدر بيان لان في منتخب الصيني بيلعب في مصر. المنتخب الصيني عامل معسكر في مصر فحصل مشكله اولياء الامور اللاعبين واللاعبات عملوا مشكله يعني قالوا في قلق جول جايين من الصين ممكن يكون عندهم فيروس كورونا، فأصدر الاتحاد الخماسي البيان قدامكم على الشاشه
برئاسه المهندس شريف العريان بيان رسمي عشان يقول ان الامور قال فيه ان الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا، ما فيش اي ازمات، ما فيش اي مشاكل متواجد الناس كلها، واكيد احنا اول ناس هنكون حريصين على ولادنا. بكده قدر يطمنهم شويه على ان ولادهم ما فيش اي مشكله، ما فيش ادنى مشكله خالص ليهم ان هم يقدروا يتمرنوا مع فريق زي المنتخب الصيني، لان فعلا المنتخب الصيني منتخب قوي جدا في الخماسي الحديث. هنسيب الخماسي الحديث وهنروح لانجاز جديد بيضاف للرياضه في مصر او بيضاف للبنيه الاساسيه في مصر. شيء مهم جدا يكون عندنا بنيه اساسيه وتحتيه عشان الرياضه. صاله 6 اكتوبر، صاله الاتحاد المصري لكره اليد، خلاص بانت ملامحها، طلعت ما شاء الله من سنه كانت لسه على الارض، دلوقتي ما شاء الله طلعت واضحه جدا. لو شفنا صورها اكيد هنشوف صور ليها ان هي فعلا ما شاء الله باينه جدا جدا جدا. الصاله دي هتتسع لي اهو زي ما احنا شايفين قدامنا، ده الرسمه الاساسيه بتاعتها، لكن الرسومات الصور النهائيه، لكن دي الصوره اهي من ارض الواقع جبناها لكم عشان نستعرف بالظبط ايه اللي بيحصل في الرياضه في مصر. 4000 متفرج، صاله اساسيه في كاس العالم اللي جاي 2021. اكيد مصر هي بتستضيف صالتها على اكمل وجه، الاتحاد الدولي بيشيد بهذا، دكتور اشرف صبحي، مجهودات كل الدوله، دعم الدوله ورا هذه البطوله، لان بطوله في مصر وفيها 32 منتخب او جاي لنا 31 منتخب من 31 بلد اول مره بتقام بالنظام ده، حاجه مهمه جدا جدا جدا. ان السنه اللي بعديها او السنتين اللي بعديهم هتلعب في السويد وبولندا بس 16 دوله، متخيلين الموضوع ان مصر قادره تشيل 32 منتخب داخل مصر؟ دي شيء مهم جدا، شيء مفرح، شيء سعيد لينا كلنا، واكيد دعم الدوله مهم. نتمنى المنتخب المصري لكره اليد ان يعمل انجاز في هذه البطوله، لان على ارض مصر تحقق الانجازات دائما وابدا. هنسيب كره اليد ونروح لمنتخب الريشه اللي بيغادر الى اوغندا عشان يلعب بطوله اوغندا الدوليه. بطوله اوغندا الدوليه بطوله مهمه جدا، بتقام من 20 النهارده ل 23 فبراير، اللي بتضم قائمه المنتخب المصري ادهم حاتم الجمال وهاديه حسني وضحى هاني. الثلاثي كان لسه متوج قريبا من 3 4 ايام بثلاث برونزيات في الفردي في بطوله افريقيا الكبار اللي احتضنتها مصر من 10 الى 16 فبراير. اكيد الاستاذ هشام التهامي رئيس الاتحاد بيسعى الى الانجازات والبطولات، فاكيد لازم يعد كويس عشان البطولات اللي جايه باذن الله في لعبه الريشه الطايره. هنسيب الريشه الطايره ونروح للاعبنا يسري رزق، لاعبنا ونجمنا الكبير في الملاكمه. في الملاكمه اكيد بيتكلم عن تفاؤله في هم البطوله بتقام في السنغال، بطوله افريقيا بتقام في السنغال، فاكيد هو بيتكلم وبيقول تفاؤله ان هو اعداء او دي بطوله مهمه جدا عشان نوصل لطوكيو 2020. بيطلب حاجه واحده او طلب حاجه مهمه جدا جدا، بينتظر دعم جماهيري. دعم جماهيري بالنسبه للاعب الملاكمه هي السوشيال ميديا، تخيلوا، هي السوشيال ميديا، يعني الدعم اللي طالبه يسري رزق عشان يوصل الاولمبياد هي السوشيال ميديا. نتمنى ان احنا ندعمه على السوشيال ميديا عشان يسمع ويشوف، عشان كل نجومنا في منتخب مصر باذن الله للملاكمه يوصلوا الاولمبياد طوكيو، عشان الطريق الاصعب ان بعد البطوله دي هيوصلوا لبطوله العالم، والبطوله هتبقى صعبه جدا جدا، نقدر نتاهل منها لنجوم كتير جدا في العالم بيكونوا متواجدين في هذا المحفل. بكده خلصنا اخبارنا المحليه، نروح لاخبارنا العالميه. بجد وبصراحه شديده الناس دي بتلعب حاجه تانية، يعني امريكا في كره السله بتلعب لعبه مختلفه عن كل العالم بيلعبها، مش هقول مصر طبعا، لكن هم بيلعبوا لعبه مختلفه. النجوم هناك بيشتغلوا على نفسهم بشغل مختلف، هنقول تدريب، هنقول لا، ده الالعاب دي كلها النجوم بتشتغل على نفسها، بتمرن نفسها، هي قاعده بتلعب حياتها كره سله بس عشان تمتع كل العالم في دوري عظيم زي دوري الام بي اي. هنسيب الام بي اي وهنروح للدكتور حسن مصطفى، وبيشيد او بيثني على جهود بولندا عشان استضافه بطوله العالم وكمان على تطوير لعبه كرة اليد. استقبل أندريه كاراسيتكي رئيس الاتحاد البولندي في بازل، في مقر الاتحاد الدولي زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة، بيتكلم على التنسيق بين الاتحاد الدولي كمان مع بولندا عشان التنسيق على بطولة العالم اللي جاية تقام في 2023 بعد بطولة 2021، واللي هي كمان السويد هتستضيفها معاها، وكمان أثنى على التجربة البولندية في كرة اليد. تاريخ كرة اليد في بولندا تاريخ كبير جدا جدا، وان هو التعاون الدولي الجميل بينهم هما الاثنين، بين الاتحاد الدولي والاتحاد
البولندي. فعلا انا يعني دكتور حسن مصطفى فعلا ماشي بيطور في كل العالم، بيتكلم مع الكبار ويتكلم مع الصغارين، بيتكلم مع الدول اللي بقالها كتير جدا في كرة اليد وكمان الدول الناشئة، بيدعم ويطور. دي حاجة مشرفة جدا لينا، وبالذات حاجة حلوة جدا هي عشان كرة اليد فعلا بتتطور بشكل سريع جدا في العالم. هنستمر مع كرة اليد واستحداث بطولة جديدة لبطولات العالم، لا بطولة قارات. الاتحاد الدولي لكرة اليد عمل بطولة جديدة اسمها بطولة القارات لأول نسخة، أول نسخة هتقام في شهر 12 بإذن الله اللي جاي في قطر. شهر 12 اللي جاي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أبطال القارات. أبطال القارات مصر بطل أفريقيا، وأسبانيا بطل أوروبا، والأرجنتين بطل أمريكا، قطر بطل آسيا. بكده عفوا هما الأربع منتخبات. بكده ده أول مرة هتقام أربع منتخبات في شهر 12 في قطر عشان نعمل كأس العالم للقارات. في خلاف، في جدال كثيرا، مصر تشارك مصر ما تشاركش، أكيد ده بنسيبه للاتحاد المصري لكرة اليد، لكن أعتقد إن الرياضة خلاص احنا اكيد لازم نشارك في كل المجالات، لكن بطوله مهمه وبطوله مستحدثه تقدر مصر تكون اخر محطه ليها. حاولنا نكلم المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكره اليد، ما ردش عشان يقدر يعلق على هذا الخبر، لكن في الاخر بنقول ان دي بطوله مهمه في اخر محطه اعداديه لبطوله العالم. كمان الاتحاد الدولي بدايتها اربع منتخبات، هل هيزيد عليها السنه اللي بعديها او السنه اللي بعديها سته في 10 فيلعب زي كان زمان كده بطوله العظماء السبعه؟ ما نعرفش، لكن هي في اول نسخه فيها اربع منتخبات بس. هنستمر مع اخبارنا العالميه، وبوكا جونيورز بيعود الى عالم كره اليد مره اخرى زي ما احنا شايفين قدامنا اهو. تويتا لي رومان برافو بيتكلم ان بوكا جونيورز بتعود مره اخرى الى لعبة كرة اليد. أكيد بوكا جونز من أندية كبيرة جدا في أمريكا الجنوبية في كرة القدم، لكن خلاص بدأ يرجع مرة تانية. هو بيفاوضوا نادي جوادا لوبي عشان يستحوذوا عليه عشان يبقى فرع منهم، هو ده فرع كرة اليد. الموضوع حاليا تحت الدراسة، ودي شيء مهم جدا جدا جدا، لأن كمان الأرجنتين لسه كسبانة أمريكا الجنوبية. هنروح لآخر خبر معانا النهاردة، وخبر فعلا الاخبار دي بنديها لناشئنا وشبابنا في النادي الاهلي. برونو ريزيندي ده من افضل معدين في العالم، برازيلي، اتكلم انتشر عليه على موقع الاتحاد الدولي مقابله خاصه معاه. بروندو ريزيندي ده ثلاث ميداليات اولمبيه مع منتخب بلاده 2008 2012 2016 مقسمه بين فضيتين وذهبيتين. اتكلم على في المقابله دي عن احسن معدين في العالم من وجهه نظره، وكمان استعرض المهارات الأساسية للمعدين. أكيد ده شيء مهم جدا، ده بنسيبه لنجومنا أو أبطالنا الناشئين والناشئات عشان يقدروا يتفرجوا على فيديو زي من أحسن معدين في العالم. أكيد ده شيء مهم جدا ليهم. خلينا نروح الفيديو ونرجع ونستقبل ضيفنا الكبير دكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة سابقا، عشان نتكلم عن الحديث عن البطولة العربية المقامة في مصر للنادي الأهلي بيشارك فيها. بيكو مرة تانية والفقرة الحوارية النهاردة والحديث عن البطولة العربية للكرة الطائرة اللي مشارك فيها النادي الأهلي في مصر بتقام على صالة استاد القاهرة. أكيد حديث لازم يكون موجود معنا عالم من أعلام الكرة الطائرة في مصر ونجم كبير في النادي الأهلي ومديرا فني النادي الأهلي وأخيرا رئيس الاتحاد المصري السابق للكرة الطائرة. معانا الدكتور فؤاد عبد السلام. دكتور فؤاد بنرحب بحضرتك، منورنا ومشرفنا وبتسعدنا بآرائك الكتيرة جدا. الله يحفظك ويخليك كابتن، وأنا اللي سعيد في بيتي وفي قناة النادي الأهلي، وده شرف لي أنا. أكيد يا كابتن، يعني دي حاجة بتسعدنا جدا أن تكون معانا النهاردة. بدأت البطولة العربية، مش هنتكلم على اللي فات في الطائرة، لكن بنتكلم النهاردة على البطولة العربية. مشاركة أندية كثيرة، المحفل العربي، كل العرب بيشاركوا جوه أرض مصر. ده شرف لينا طبعا أن نبقى مكان بنجمع فيه كل الإخوة العرب. البطولة دي هي تاني بطولة من حيث القوة بعد البطولة الأفريقية للأندية، فبتيجي البطولة العربية. البطولة العربية في السنوات الأخيرة يا كابتن خالد زادت قوتها بوجود مجموعة من المحترفين بتبقى موجودة معاها، والدوريات العربية ارتفع مستواها حقيقة. هو كمان لو أندية الشمال يعني تونس والجزائر والمغرب كانوا موجودين مع اساسا ليبيا موجوده، بتديها رونق كبير جدا. وكمان في فرقتين
على مستوى الخليج اعتذروا او انسحبوا في اخر لحظه الاهلي السعودي والهلال السعودي من ايام بسيطه جدا، اعتقد لظروف اصابه يعني خارجه عن ارادتهم، فالاثنين بيحبوا ينافسوا على البطوله وييجوا يعني. دكتور بكلمك بصراحه شديده، عدم تواجد شمال افريقيا ده شيء يعني اكيد ليه مردود، يعني بيحضروا البطوله الافريقيه مثلا الانديه؟ اكيد بيحضروا منتخبهم لبطوله العالم لبطولات العالم الاولمبيه او الدوري الاولمبي بالذات في تونس؟ في تونس طبعا. عشان كده ما جوش ولا الموضوع هم بالعكس انا شايف هم اكثر مشاركات كانت تونس استضافت البطوله دي 10 مرات يعني. هو السببين يعني يمكن ان البطوله دي مكلفه مع الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها الاتحادات دي. بالظبط. الاقامه يعني اغلى شويه او ضعف البطوله الافريقيه، وهم بالنسبه لهم البطوله الافريقيه بتعتبر برضو في المرتبه الاولى والبطوله العربيه في المرتبه الثانيه، لكن البطوله العربيه قوانينها ولوائحها ومستواها انا في اعتقادي بقى دلوقتي اعلى من البطوله الافريقيه، لان الاجانب معظم البلاد هتلاقي ليبيا معاها اجانب، هتلاقي قطر معاها اجانب، البحرين معاها اجانب، مصر الاهلي والزمالك معاهم اجانب، فبتديها قوه طبعا. اكيد لو دخلنا بقى في اجواء البطوله، النادي الاهلي بيلعب في مجموعه دلوقتي 17 نادي، اربع مجموعات، شايف ان المجموعات 4-5-5-3، ليه المجموعه الرابعه لو كلمنا على كازما الكويتي البشمركة العراقي سنجل الف، ما هم دول اللي كان فيهم الفرقتين السعوديه، السعوديه بقوا هيبقوا خمسه. طب ليه ما تغيرتش القرعه؟ لا هنا بقى دوت ما بيتلعبش، انما هيقع عليهم جزاء مما لا شك فيه، ايقاف سنتين وغرامه ماليه على طول، يعني دوت الاتحاد العربي قوانينه صارمه، لان الجدول اتحط مش ممكن بعد القرعه ما اتعملت ان يتلعب فيه، فدي من المميزات الكويسه يعني في الاتحاد العربي. النادي الاهلي لعيبته بتشارك في كم بطولات ما شاء الله، لعيبه النادي الاهلي بالاخص افريقيا الاول مع منتخب، بعد كده كاس العالم، بعد كده افريقيا، بعد كده بطوله دوري، وكمان بطوله عربيه، بطوله افريقيه، كاس مصر، 7 بطولات في السيزون. وجهه نظر صعبه شويه. لا هي ده قدر النادي الاهلي يا كابتن خالد. بالظبط. ان النادي الاهلي هو العلامه المميزه في جمهوريه مصر العربيه اللي بيتحمل، وبعدين عنده زي الكوره عنده زي كل فرقه الاساسي والاحتياطي مستواهم قريب جدا من بعض، ما تقدرش تقول ولا يمكن المنتخب يقدر يعني يستغنى عن حد، ولو حد اصيب ما بيأثرش في الاهلي بس، بيأثر كمان في المنتخب اكيد. فالحقيقه ان النادي الاهلي ومعاه نادي الزمالك برضه لازم طبعا نديله حقه طبعا، هما الاثنين القوام الرئيسي للمنتخبات الوطنيه في الكره الطايره رجال منتخبات وسيدات بصفه عامه صراحه. عشان بس يبقى انا بتكلم على الكره الطايره. بالظبط. رجال وسيدات حضرتك يعني مش بس الرجال، احنا الاثنين دول اساسهم الناديين الكبار دول اللي هما بيصرفوا وبيتحملوا وبيدعموا المنتخبات الوطنيه بتاعتنا. لو دخلنا في اجواء البطوله، رأي بيقول الشباب يلعبوا، رأي بيقول الخبرات يلعبوا، لو انت مكان كابتن بيدو بصراحه ممكن تعمل ايه؟ والله انا هلعب بالدرجه الاولى لسببين. اتفضل. هو الفرقه بعد ما رجعت من المنتخب يا كابتن خالد مع الاسف ان هو احنا خسرنا 5 بطولات ورا بعض، ودي اثرت جامد جدا على نجومنا. دي حقيقة نفسيا، لأن هو مربى آخر واحدة صعبة صراحة. لا لا الخمسة أصعب من بعض يعني واحدة الأولانية تونس برضو خدتنا هنا 3-0 أو 3-1 سنة 2016 وقال لك ده فؤاد عبد السلام ما عدش الفرقة كويس. أنا كنت سبت الفرقة ماشي مش طب مشكلة. فؤاد مشي. اللي بعديها نخسر بطولة أفريقيا الأمم الأفريقية في تونس ونطلع الرابع ماشي. اللي بعديها نخسر في بطوله الالعاب الافريقيه في المغرب ونطلع ثالث ماشي. بعدين نخسر من تونس كمان في كاس العالم، كان كتير جدا
بعد كده افريقيا بقى المؤهله الاول استنوا على الجهاز الفني كتير قوي قوي قوي. فدول اللي هم جينا في الاخرانيه دهيت دي قطمت وسطنا بصراحه شديده. هنخلينا هنخش على النادي الاهلي لاعبي. انا حاسس ان كابتن احمد صلاح وكابتن عبد الله نجوم النادي الاهلي بصفه خاصه كانوا داخل هذه البطوله حاسس ان هم يعني مش هم النجوم اللي احنا عارفينهم. مش حضرتك يعني. ده انت جوم مصر وانت اساسا انا مش مذيع حضرتك يعني. انت سنين طويله معاك كابتن طلعت شيطة معاك كابتن حسن مصطفى معاك المدير الفني الاجنبي طبعاً. اللي هو الالماني اللي جالكوا ده طبعا. المدير الفني زي بكره الماتش هو معاه العصايه السحريه هو البيك بون هو العمود الفقري صح. اللي بيظبط اللعيبه وبيأدي الواجبات ويوزع المهام ويختار اللي بيشاركوا فين. احنا ما كناش جاهزين في الحته دي النقطه دي احنا بنعاني منها. ليه انت سؤال حضرتك ان ميدو ما اختارش الشباب يلعبوا في البطوله دي بالظبط دي اللي هو لا 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 مشاركه بالشباب يعني في اراء في الطايره بتقول ان الشباب هم اللي يشاركوا البطوله سهله في ناس تقول لا عايزين الخبرات هي اللي تلعب بس هي البطوله دي ما هيش سهله كويس لكن مش قويه بقوه اللي هو وجود تونس والجزائر فهي أكيد. اقل هو محتاج دلوقتي سيكولوجيا يعني مربع العمليات بدني اعداد بدني ومهاري وخططي واعداد نفسي لو قدر ان هو يكسب البطوله دي هيرجع الثقه للاولاد هيدخل بعديها على البطوله الافريقيه وكاس مصر وهم واقفين هو حاجتين عكسه كابتن ميدو مصلحي ابنك طبعا يعني اكيد انت عارف الموضوع بيتعامل معاه ازاي انا كنت معاهم في تونس كمان كنت معاهم في السعوديه وراجع معاهم وشايف هو بيعاني قد ايه انه يرجع اللعيبه في المود اللي هو يتحطوا فيه حاجتين الكيرف كان نازل من سبب المشاركات وعدم الجاهزيه والناحيه الثانيه الاصابات كانت كتير قوي عند الاهلي عنده بصراحه عنده قطب كان مصاب عنده عبو كان مصاب عنده اسمه ايه دوت منعم يعني ففي عناصر اساسيه اثرت على النادي وعلى المنتخب فهو الحته دهيت هم كلهم بيتشافوا دلوقتي الحمد لله عنده عبد اللطيف كان مصاب في السمانه قادر كمان. هو كابتن ميدو قادر بصراحه شديده فهو دلوقتي الاولاد داخلين البطوله دي هتفوقهم وميدو محتاجها جدا خصوصا انها بتقام في جمهوريه مصر العربيه حلو قوي البطوله دي هتفوقهم هنخش على مجموعات بس هنجيب مجموعات بالعكس هنخلي مجموعه النادي الاهلي للاخر اتفضل يا بيه شايف النادي الاهلي مين بينافس معاها هذه البطوله بصراحه شديده ثلاث انديه الزمالك المصري وانا متوقع ان هيكون الفاينل وده اللي انا بتمناه ما بين الاهلي والزمالك كويس ده مصر كويس مين تاني يخش من الدول العربيه العربي القطري وجود محترفين اكيد والاهلي البحريني دول يعني من اكبر اربعه مرشحين يكونوا في المربع الذهبي لو بدانا مربع عشان يوصلوا المربع الذهبي المجموعه الرابعه بتضم كازما الكويتي البشمركه العراقي وسنجل الفلسطيني بانسحاب نادي الاهلي والهلال السعودي شايف مين المجموعه دي ممكن خلاص هي ترتبت حضرتك النهارده كان في ماتش ما بين كازما والبشمركه وهم الاقوى هم دول اللي هيطلعوا اول وثاني على طول لان البشمركه كسبت سنجل الفلسطيني تمام فبعد كده كازما والبشمركه على اول وثاني خلص الموضوع خلص ده هنا المجموعه دي خلصت خلص المجموعه طب نروح للمجموعه الثالثه الزمالك نادي الزمالك المصري ووادي موسى الاردني بنياس الاماراتي وكمان غازي الجنوب العراقي والسلام العماني شايف المجموعه ازاي يا دكتور انا في اعتقادي الزمالك اول مجموعه تمام والزمالك كمان جاب لعيب اعتقد كوبي زياده ومعاه بنياس اضافه للبطوله العربيه ولا اضافه على بطوله الدوري الاثنين بيلعبوا الاثنين تمام كويس بنياس الاماراتي بيقوده كابتن محمد لقاني وده يعني مدربين المميزين جدا ومعاه الزمالك المصري الزمالك اعتقد ان هو عايش في افضل حالاته
ونقول ليه الزمالك كسب الاهلي. يعني دي برضو الجمهور النادي الاهلي هناخدها في سكتنا واحنا ماشيين علشان ما نظلمش الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي. هنتكلم عليها نقطه مهمه جدا، هسيبها في اسئلتي لوقت مهم نتكلم فيها. تمام. فدي الزمالك المصري وبنياس، وانت شايف وجهه نظرك الزمالك المصري وبنياس الاماراتي؟ اعتقد اول وثاني. اول وثاني. نروح للمجموعه الثانيه، الاهلي البحريني والهلال الليبي، خدمات جباليا الفلسطيني، شباب الاهلي الاماراتي، والعربي القطري. هم بيلعبوا دلوقتي كان 1-1 وطحن. مين مين اللي هو الاهلي البحريني والعربي الكويتي والعربي القطري. والعربي القطري انا اسف. كويس. دول هم بيلعبوا دلوقتي الماتش. اعتقد ان الاثنين دول هيبقى اول وثاني، اللي يكسب النهارده هيبقى، لان هو الجيم الاولاني العربي كسبه، الجيم الثاني البحرين كسبه، الجيم الثالث كنت سايبهم 9-5 للبحرين. تمام. نروح بقى للمجموعه المهمه، مجموعه الاهلي. شايف المجموعه قويه بالنسبه للنادي الاهلي ولا مجموعه سهله يقدر يعني اللعيبه تستعيد كل حاجه قلته قبل كده؟ لا انا شايف ان المجموعه طبعا سايب العماني، اساريا الليبي، وخبيل اليمني. هو الاهلي كسب سايب النهارده، كسب سايب العماني، نزل بكره اساريا وبعده خبيل العماني. هو الاهلي هيتربع على المجموعه دي، هيبقى المنافسه ما بين اساريا وسايب العماني على المركز الثاني. على المركز الثاني. مش قلقان من ماتش الاهلي بكره في الاهلي واساريا الليبي؟ ما هو لا 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 مش قلقان انا. لا الاهلي ما ينفعش. يعني الخبرات وال معاه والناشئين اللي طالعين وكله، لا الكفه ترجح كفه النادي الاهلي. اكيد بترجح كفه النادي الاهلي، بس اصابه عبد اللطيف عثمان الاصابه تعمل دروب؟ لا ولا ما تعملش دروب، لان عنده عادل ان شاء الله هيحل محله يلعب، وهو اساسا عادل من اللعيبه الاساسيين يعني. عادل عادل عبد الرحمن الحسيني. لو رحنا لقائمه النادي الاهلي يا كابتن دكتور فؤاد، احمد صلاح واحمد قطب مركز اثنين، شايف النادي الاهلي والمعد كابتن عبد الله عبد الحسين كابتن الفريق، وكابتن حسام يوسف كمان معانا، عبد الحليم عبو ومحمد عادل، عبد الرحمن سعودي مركز ثلاثه، مركز اربعه احمد سعيد، محمود محمد عبد المنعم، محمود رؤوف، والكندي جيسون ديركو، واحمد عبد العال، ليبروهات، محمد معوض، محمد رمضان. تشكيله النادي الاهلي ما شاء الله مكتظه بالنجوم زي الكوره. يعني المدرب بيحتار حضرتك اما بيجي يختار. يعني هو ميدو لما بيجي يرتبهم بقى ساعه الجد، لا معاه كل الادوات اللي هي تؤهله للوصول حتى بدون جيسون الكندي. نجوم. بيختار كابتن ميدو فعلا مسطحي وهو بيختار الفرقه بتاعته؟ لو الفرقه سليمه حضرتك. يعني ربنا يبعد عنهم شر الاصابات. لا يحتار طبعا. يحتار ويبذل مجهود، ولازم اللعيبه تتنافس جامد جدا جدا. وهم في السعوديه لعبوا ماتشين مع نادي الوحده. مع نادي الوحده. الماتش الاولاني كانوا طلعوا على المدينه ورجعوا وعملوا عمره، كانوا تعبانين جدا. كسبوه 3-2، كانوا كسبانين 2-0 وتعادلوا وكسبوا الجيم الخامس. كويس. الماتش اللي هو الاخراني تريننج ماتش كان كويس قوي. ميدو ابتدى بصانع الالعاب حسام يوسف. حسام يوسف تمام. لو تشوف بعد لما جه نزل عبد الله عبد السلام، تقول عبد الله عبد السلام ابن 18 سنه موت نفسه وكانوا ارتاحوا. منافسه شريفه داخل ارض الملعب، هو دوت اللي بيخلق النجوم. حضرتك وانت بتلعب ما دام في جول كيبر معاك فانت بتنزل، والزمالك كان بيتالق اظن في الحراس المرمى، ان كان عنده ايمن صلاح وعنده اسمه الثاني ده مين فيهم؟ ايمن صلاح ومين الجون الثاني؟ الروبي. الروبي. وحمادة النقيب كان. حمادة النقيب كانت منافسه شريفه. المنافسه اللي بينزل فعلا بيثبت نفسه. النادي الاهلي فيه هذا الكلام، محمود رؤوف في مركز اربعه، في معاهم احمد سعيد بقى ضايع احسن ضربه في افريقيا، يعني الموضوع مختلف. الولد الحسيني اللي طالع ده ده نجم واعد جدا حضرتك. ولو اخد فرصه يعني ميدو مستني عليه، لان اللي معاه اكبر منه بكتير. بس ده ولد بروميسنج جدا يعني. عبد الرحمن الحسيني، يوسف الصافي، يوسف مرجان. بالظبط. اعتقد دول الثلاثه اللي واضحين في الصوره دلوقتي اللي هم يقدروا يلعبوا، لان هم لعبوا اوريدي مع فريق النادي الاهلي في الدوري. طالعين يعني دول مهددين جدا للاسماء الكبيره. وميدو بيديهم في مش مهددين. مش مهددين، مكملين. مكملين. بالظبط. بس هو ميدو
يعني بيستخدمه في الماتشات حضرتك اللي هي ساعات ما بتبقاش متذاعه، لكن للمتابع لا. ودول اللي هم بنتكلم في الاحلال والتجديد، اللي هم فعلا بيحلوا وبيتجددوا مكان لما صلاح هيبطل او عبد الله عبد السلام هيبطل او عبد اللطيف عثمان، يعني دول اللي هم كبار. فالاهلي عنده كبار وصغار. ثقه جماهير الاهلي في فريق الكره الطايره رجال او سيدات في النادي الاهلي ثقه بلا حدود. بالظبط. خسرنا خساره مفاجاه من نادي الزمالك، عايز حضرتك تقول لي ايه الاسباب، شفتها ازاي الخساره دي؟ والله انا اتمنى انك تصدقني. اكيد هصدقك كابتن. يعني لان حضرتك رياضي وليس مذيع، نتعامل مع متأكد. بعض اللي انت بتبنيه في 6 شهور لما بتيجي تتمرن الصبح وبعد الظهر وتتمرن بدني وتتمرن مهاري كل ده لو محطوط له البرنامج مظبوط فانت بتدخل على البطولات وانت في التوب فور. مظبوط. لو انا بدخل 3-4 بطولات ورا بعض والفرقه نازله 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 وبعدين تروح الانديه، ميدو ما معهوش عصايه سحريه حضرتك. ما معهوش عصايه سحريه. ما يقدرش يطلع بيهم في اسبوع ولا في اسبوعين. عايز على الاقل نص الفتره الزمنيه دي يجهز اللعيبه فيهم. ليه سالتني السؤال الجميل، البطوله دي يلعبها الكبار ولا الشباب؟ قلت لك الكبار عشان يرجعوا ياخدوا الثقه في نفسهم ويرجع اللعيبه كما كان. ليه الناس بتقول لو حاكوا تقول الثقه في نفسهم دي، الناس بتقول لعيبه كبار دي عندها خبرات؟ انا طبعا انا عارف الاسباب اكيد، واكيد حاجه زي ما قلت انا جوه الرياضه من زمن بعيد، لكن اكيد انا السؤال لازم اساله لك. الناس بتقول ليه رجع الثقه، ليه دي لعيبه خبرات، ليه 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 ما عندهمش، الناس ما عندهاش اللي هي تقدر تستنى شويه عليها. يا فندم اللعيبه الخبرات لازم برنامج يتحط لهم يكون مقنن بالزبط. ويكون عندنا قياسات. احنا الاتحاد وفر اوبريتور واحد محلل، جاب واحد اجنبي للاعداد البدني، المدير الفني اللي موجود اجنبي، عندنا الثلاثه دول، ومع ذلك احنا بنلعب الشوط الاولاني ممتاز جدا والفرقه بتبقى نازل نازل نازل، وده كانت باين قوي في بطوله العالم حضرتك. بالظبط. اللي منتخب مصر اول ماتشين رحنا في اتجاه نزلنا بعد كده على طول، وبعدين بتلعب اول شوط وبعدين تنزل، فواضح ان الناحيه البدنيه مش مكتمله عندنا، علشان المدرب يرجعها اديله الوقت بتاعه. ده له عيب ميدو ولا عيب النادي، ده عيب زمن محتاج فتره زمنيه يوقفها على رجليها. احنا مرينا بكره القدم بامثله واضحه جدا في كل الالعاب، في كل الالعاب لغايه لما الفرقه بتدخل في المود وتبدا بقى تنظم اوراقها وتنظم برامجها هتنطلق على طول على طول. اكيد انا بس في حاجه مهمه بقولها لكل الناس، فريق الكره الطايره او فرق النادي بصفه عامه احنا لا نهاجم فرق النادي، بالعكس احنا بندعم فرق النادي، بس اكيد لما حصل فيه خساره اكيد كان لازم يكون ليها اسباب. وجهه نظري الشخصيه بحته فعلا، انا مش مذيع لكن كرياضي فعلا اللعيبه دي اتحملت كتير ضغوط كثيره جدا 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 في المرحله اللي فاتت، ادى الى خساره المباراه، وخساره المباراه ليست النهايه بل بالعكس هي بدايه وانطلاقه قويه جدا في المرحله اللي جايه باذن الله. في نقطه بقى اتفضل. عشان اختم بيها النقطه دي اتفضل سيادتك، اكتر اتنين اتاثروا احمد صلاح وعبد الله عبد السلام، وغالبا عبه قيس عبد الحليم، لان هم اكبر لعيبه بيفكروا ان احنا مش هنلحق الاولمبيات اللي جايه نقدر ان احنا نلعبها. دي شرخ نفسي جامد جدا يا كابتن، شرخ نفسي جامد جدا جدا جدا. ده لازم الجمهور يعرفه ان اللعيب متاثر جدا، ان هو في حياته لعب مثلا، هم لعبوا الاولمبيات اللي فاتت فكان بدل ما يلعب اولمبيات لعب اتنين، ده تاريخ اللعيبه، فده حاجه مهمه جدا يعني. فدي كون ان هو اتحرم منها والدفعه دي خدوها التوانسه مننا، وهم عارفين ان هم اوريدي اكفأ. يعني احنا الدوره اللي فاتت رايحين بفرقتين، رايحين بالبنات بيتش ورايحين بفريق الدرجه الاولى، فالمره دي صعب، واخدينها كمان من الكونغو برازافيل، يعني ما كناش واخدينها من مصر. الحته ده هي من بره مصر، من بره مصر. وكان معالي الوزير على التليفون اول باول معانا، لان كان المباراه مميزه واخدينها من تونس. وبعدين كل البطولات الافريقيه في المراحل السنيه كنا كسبينها. الموضوع ده اللعيبه دول اكتر لعيبه في جمهوريه مصر العربيه اتاثروا، وانا كنت حاسس بيهم جامد جدا يعني. فكلمت مع ميدو الحقيقه واحنا في السعوديه، قلت له اصبر والبطوله دي ان شاء الله ترجع لك اللعيبه
زي ما كانوا ومصر تقدر المنتخب يستفيد بيهم ويرجعوا في البطولات القادمه باذن الله. يا رب باذن الله. انا اتمنى ده واتمنى في منتخبات مصر والانديه بص والنادي الاهلي بالاخص طبعا نتمنى له التوفيق في المرحله الجايه. نجوم الكره الطايره، نجوم من ذهب، نجوم حفروا في تاريخ او اسم او تاريخ النادي الاهلي في بطولات الكره الطايره، حفروا اسمائهم من ذهب. الجيل الحالي جيل مش هقول جيل مختلف، بس الكره الطايره دائما وابدا ليها طابع خاص ورونق خاص في النادي الاهلي. بطولات عربيه ما شاء الله، وبطولات افريقيه، وبطولات محليه، الموضوع مختلف جوه اسره الكره الطايره. ليه يا دكتور؟ بصراحه بالذات في النادي الاهلي هقول لك ليه. فرقه مختلفه عن الهاندبول والباسكت بصراحه، لان الفرقه دي من سنين طويله، يعني من واحنا بنلعب ومن قبل ما احنا بنلعب. عشان كده سالتك سؤال، التاريخ كله معاك. الـ 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 الفرقه اللي هم طالعين صغيرين، لما تشوف الحسيني وعبد الرحمن سعودي والفرق ومرجان ومعاهم صافي والصافي، شوف بقى احمد بيعاملهم ازاي وعبد الله بيعاملهم ازاي. لما بيجوا ينزلوا بيبقوا شايلينهم من على الارض شيل، الدفعات بتيجي من زمايلهم، ما بيجيش يقول لك ده هياخد مكاني. شوف الحته دهيت. بس الهاندبول والباسكت مختلفين شويه، يعني انت جبت حته مهمه بصراحه، يعني هنا بيخلصوا على بعض. هنا دول بيرحبوا بدول وبعدين بيدوهم الفرصه، حضرتك بيدوهم الفرصه وبيبقوا سعداء بيهم. يعني اما بشوف عبد الله عبد السلام وهو بيوجه مرجان، اما بشوف بقى حسام يوسف وهو قيمه وقامه كبيره جدا، دكتور بصراحة. دكتور وقاعد احتياطي لعبد الله عبد السلام وفي التايم اوت بيروح يكلمه، الكلام ده بنشوفه في الفرق العالميه. ازاي بيبقى اللعيب محروق وعايز زميله، دي ميزه النادي الاهلي اللي هو الصغير الكبير بياخد بايده. اكيد هي دي عشان استمرار البطولات والنجاحات، يعني ما بيقولش ده واخد مكاني لا خالص، او بيطفشه. ادي سر التفوق، ده سر التفوق اكيد في الكره الطايره وسر التفوق في النادي الاهلي. دي حاجه خطر. من وجهه نظر الدكتور فؤاد عبد السلام، مين ممكن يكون الحصان الاسود في البطوله دي اللي بتراهن عليه في داخل الانديه دي كلها؟ هل ممكن نشوف نادي يطلع من جوه 17 يروح للفاينل او يوصل للبطوله غير الاربع اسماء اللي حضرتك قلت عليهم، ولا شايف من وجهه نظرك المستويات الفنيه بعيده؟ لا، الفنيات هم الاربعه دول اللي هم جاهزين، الباقي هيبقى فيه مشاكسات، ان المدرب بيجرب فرقه وبيطلع. ممكن يعني الاهلي خسر من السيب العماني شوط، اكيد ميدو كان يعني بيجرب برضو اللعيبه وداخل واحده واحده على المجموعه بتخدمه عشان يوصل للدور اللي بعديه. نفس الكلام بيحصل في الزمالك، يحصل في ما يحصلش في قطر ولا يحصل في البحرين، لان دول اساسي والاحتياطي اقل. قصد حضرتك ان هنا اساسي اساسي واحتياطي، لكن احنا عندنا ال 12 اساسي بالظبط، ده المختلف. اكيد ده اختلاف، واللي في المدرج زيهم كمان، اللي هيطلع بره ال 12 واللي بيتفرج عليهم كمان. دكتور، المحترفين بيفرقوا جوه الالعاب، يعني وجود لاعب او اثنين محترف داخل هذه البطولات بيفرق. هل ممكن المحترفين يقلبوا الترتيب اللي حضرتك بتقول عليه او الشكل اللي حضرتك بتقول عليه، ولا برضه هم نفس؟ لا، هو بيقلبه، بس لما يكون جايب محترف دافع فيه جامد جدا سيادتك، ويكون عنده خبره عاليه انه يقدر انه يرجح كافه فريقه. لعيب اوبزيت، يعني مناظر للمعد زي احمد صلاح، يقدر يخلص تمام. لكن اللي هم بيلعبوا في البطوله العربيه ما همش من الفيرست كلاس. مش الفيرست كلاس. هتدخلني على الدوري المصري ونتكلم عن المحترفين. اضافوا للدوري المصري ولا ما اضافوش للدوري المصري؟ بصراحه شديده. لا، ما اضافوش. طبعا انا مش شايف ولا واحد اضاف حاجه. لا بتاع النادي الاهلي اساسا، ده كان بيلعب ليبرو في في كندا، ولا بتاع الزمالك، دليل ان هو غيره عمل استبدال. يعني هو اساسا ما كانش مقتنع بيه، ولما الاولاد بتوع الزمالك الصغيرين الدكتور حسام اعتمد عليهم اجادوا. ليه حسام ظهر بمظهر محترف؟ لان العدد كان قليل قوي من لعيبه الزمالك اللي في المنتخب، فاللعيبه كلها معاه اخذت الجزء البدني والمهاري والخططي، وقدر يقعدوا معاه فتره طويله. عكس ميدو
ما كانش معاه غير المصابين عبه ومنعم واللي هم الاولاد اللي طالعين اللي انا قلت لحضرتك عليهم من تحت. فكان في 10 في المنتخب من النادي الاهلي. ترتيب مباريات النادي الاهلي: خبيل السيب العماني، اساريا، خبيل اليمني. الترتيب ده ترتيب يتناسب مع الطلوع بالمستوى الفني، ولا شايف حضرتك ان اساريا الليبي كان يجي اخر ماتش احسن بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا مش شرط، مش هتفرق كتير. انا عارف ان الفرق الليبيه فرق قويه المفروض بالمحترفين يعني هو، لكن برضه ما كانوا عايزين عبد الرحمن الحسيني اساريا الليبي. ما هو اساسا احنا اعلى بكتير قوي منهم، بكتير قوي يعني سيادتك. يعني عايزين عبد الرحمن الحسيني تحت 18 سنه. بس انت قلت لي عبد الرحمن الحسيني ده طلع ما شاء الله طالع يعني. وانا لو انا من كابتن ميدو انا كنت هوافق له يلعبها. هو وافقه بعد كده حصل قرار ان رجع يعني تاني لمصر. لو الولد لعبها وهنا في مصر هيستفيد اكتر. لكن انا بقول لحضرتك ان ودي من عيوب على فكره البطوله العربيه، ان انا اللعيب ما بيلعبش في الدوري. يعني مميزات الاتحاد الافريقي ان لازم يلعب 3 اشهر في الدوري. دي ممكن بيجي من بيتهم على البطوله. على البطوله من اي نادي. خلينا نرجع يعني نتكلم على البطوله العربيه، لكن بكلمك على الدوري، على الكره الطايره بصفه عامه. بصراحه كره الطايره في وقت من الاوقات كان فعلا زي ما حضرتك بتقول طالعه. ايه الاسباب؟ رحنا ليه للمنحدر ده، مع ان عندنا نجوم وشايف ان عندنا نجمات ونجوم كبار جدا 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 يقدروا يتواكبوا مع الاحداث الافريقيه. هو حضرتك اللي بيفرق الاداره هنا. الاداره ان هي تقدر توفر متطلبات النجاح للمنتخبات بتاعتها الوطنيه. نمره 1 اختيار الاجهزه الفنيه الملائمه. هكلمك حاجه بصراحه، عندهم منتخب طلع رابع عالم بمدير فني وطني حسن الحصري. هو ده الانجاز الوحيد اللي حصل، وده طالع تاني افريقيا حضرتك. تاني افريقيا وربع العالم. ايوه يبقى احنا ربع العالم يا دكتور. ما هو بالظبط ده حاجه. ما هو ده، وفي واحد قبل كده كان خامس عالم، وعندنا سادس عالم. حلو جدا برضو. حلو. الاولاد دول اللي هم البرومسنج اللي هنقدر نلعب بيهم نبني عليهم. اللي طلع رابع عالم ده يعني بح صوتنا ان حسن الحصري هو الاب الشرعي ليهم. يا اخوانا يمسك في الاخر لما هو مسك. فالحمد لله ربنا اكرمنا ان عندنا منتخب طالع رابع عالم. دي اكيد. يعني ده اللي هو نبني عليه مع الاولاد اللي تقول بقى عبد الرحمن سعودي ومع الولد. شايف ان الخامه موجوده؟ هشام شايف ان الخامه موجوده؟ الخامه موجوده. نجيب اللي هو الاجهزه الفنيه اللي تقدر تقود هذا الكلام، وهيحصل الاحلال والتجديد. انما مش هنجيبهم ومفيش الخامه. الاجهزه الفنيه والاداريه تنجح اي عمل تنجح اي عمل. هتاخدني في سؤال يعني انا بجد السؤال ده محيرني كتير. مدير فني اجنبي ولا مدير فني وطني للمنتخبات المصريه بصفه عامه؟ ده ما عادش، ده كان زمان الكلام اللي حضرتك بتقوله. مدير فني اجنبي او وطني هو جهاز متكامل. كويس. بيبقى فيه مدير فني ومعاه واحد في الاعداد البدني. لا يعني اللي على راس القايمه دكتور فؤاد عبد السامي يفضل يكون مصري بالنسبه للطايره ولا مدير فني اجنبي؟ بصراحه شديده. ما هو المصريين دلوقتي قليلين جدا. كويس. اللي عندنا يعني بس لازم نعمل سبورت ليهم يا دكتور. ما هو زي كابتن يعني ميدو مصلحي مثلا. ما هو بيتعارض مع النادي الاهلي. يعني انت هنا لازم يسيب النادي الاهلي ويجي يشتغل وتديله حقه. وتجيب له بقى اللي انت بتديه للمدرب. لما تجيب للمدرب الاجنبي واحد اجنبي في الاعداد البدني. كويس. لما تجيب له واحد اوبريتور اجنبي. كويس. لما تجيب له 2 مساعدين مصريين. لما تجيب له مدير اداري يقدر يجهزه. لما تعمل له البرنامج وتناقشه فيه لما هو بيقدم البرنامج بتاعه الفني. انا عايز تدريبات عدد ساعات كذا ومتقسمه برنامج ليس زمني، برنامج فني. ويكون فيه مدير فني كويس بيناقشه ويتابعه اذا كان ده بيتنفذ ولا لا. طبعا دي حاجات مهمه جدا. ليه في مصر ما عندناش زي اوروبا والدول المتقدمه ان المدير الفني منتخب يمسك نادي ويخلص مرحله النادي ويخش على المنتخب وهكذا؟ ليه التعارض؟ حاجه ليه بتتعارض؟ لان ما فيش تخطيط. البطولات بتتاجل. النهارده انا ماسك المنتخب الاقي جالي المواعيد اتغيرت. يعني عندنا مثلا البطوله العربيه فيها ليها ميعاد والبطوله الافريقيه ليها ميعاد. الدوري لازم يكون له ميعاد. مظبوط. كل دول المفروض يكون متخططين. وعندنا بطولات العالم لها مواعيد. الكلام ده الكالندر ده لو اتحط
انما اللي بيحصل ان بتحط الجدول وفي نفس الوقت بتنزل التاجيلات معاه اللي هي ازاي يعني وما في وما بتقدرش تكلم حد وهو كده. طب ما هو ده اللي هنا التعارض. لكن ممكن قوي ان المدير الفني لو في نادي وما يعني ما يبقاش قلبه مع النادي ده وياخد انا اللعيبه عشان امرنها في المنتخب لازم يبقى هنا في رقابه اداريه كويسه. لا يبقى هنا في لجنه فنيه لاختيار اللاعبين الوطنيين ويدوهم للمدرب ومره النادي ومره المنتخب. لو انا مكان المدرب اقول لك لا انا اللي اختار. ما هو هيختار بس باللي بيحصل انه بيروح واخد 3-4 زياده كابتن علشان ايه يعني جت على دول هسيبهم. طب هسألك سؤال بشكل مفيش هسألك سؤال بشكل مختلف شويه. ليه في جيل في مصر كده في الرياضه بتكلم على الالعاب الاخرى بصراحه مش هتكلم على الطايره بالذات كده ليه لسه ما خدوش فرص؟ جيل من 40 ل 50 سنه اللي هو لسه مبطلين يعتبر مش واخدين فرص في المنتخبات المصريه. ليه مش بندي الفرصه؟ ليه مش بندعم التدعيمه دي؟ لان في انتماءات انا بحب فلان وبكره فلان تمام وان انا ده من الاهلي وده من الزمالك وده ما بياخدش الكفاءه. وبعدين العلم لا يباع حضرتك. انا ما بتيجي دورات بره واقدر اساعد بيها مدرب وابنيه هيجي يديني زي ما انا عايز يعني ادي الاعداد والشهادات لمجموعه من المدربين لازم الاتحاد يتبناهم. مجموعه من المدربين بغض النظر عن انتماءاته يعني لو واحد في اسكندريه واحد في بورسعيد واحد في الاسماعيليه دول هيطلعوا لي من المحافظه دي كوادر جديده ولاعيبه جديده. سؤالين اخرين عشان الوقت بيجري بيا بسرعه مع حضرتك. روجيتا للكره الطايره في مصر؟ روجيتا سريعه 1 2 3 الكره الطايره تروح في اتجاه الصحيح ليها تقول ايه؟ هو طبعا انا بهني الدكتور سامح حمدي ده ابن من ابناء النادي الاهلي والزمالك والترسانه وفي نفس الوقت رئيس جهاز الكره الطايره في النادي الاهلي يعني عنده انجازات كتير على ايده في النادي الاهلي برضه. عنده من الخبرات هو والمجموعه اللي اللجنه الاولمبيه والوزاره اختارتها ان هم يقدروا ينظموا الدوسيه كويس سواء على المسابقات المحليه سواء على الفرق الوطنيه. دول من الحاجات المهمه جدا جدا اللي هم يقدروا يعملوها ويرجعوا الاتحاد ان واقف على رجليه ويقدروا بقى يعملوا اللائحه الصح اللي هو طبعا لا تقام عليها انتخابات في شهر 9 لا لا اللي هو يعني الثغره اللي بيقولوا ان انا كنت انا عاملها ان انا ما بقاش المدير التنفيذي والمدير المالي انا ناقلها بيني وبينك القدم كده كان برضو نفس ثروت كان موجود هو اللي بيقوم بيها هو والمدير المالي يعني في ثغرات كلنا وقعنا فيها ما فيش مشكله لما يحصل لا يحاول يحصل فيها ثغره لا لا بصراحه شديده مفيش حد يعني هو مش لا تتصلح مش كل حاجه مكتمله دول فيها مجموعه من الاهلي ومجموعه من الزمالك والمجموعه هنبعد عن انتماءات في اتحاد الطايره بالظبط وعايزين يعني نبص لتيشيرت منتخب مصر هو دوت لو هم عملوا كده هو ده النجاح حضرتك توكلنا على الله ربنا يكرم باذن الله. الاهلي قريب من اللقب السابع ليه في البطوله العربيه لا لا قريب جدا يعني قريب جدا فؤاد نورتنا وشرفتنا الله يخليك دايما بنستمتع معاك الله يخليك يا كابتن بجد بجد كن دائما وابدا بستمتع مع الدكتور فؤاد عبد السلام بارائه وكلامه الجميل عن الكره الطايره لانها جزء مش جزء من حياته هي حياه دكتور فؤاد عبد السلام دائما وابدا معانا نجوم وابطال وفي كل اللعبات استنونا دايما يوم الاثنين والاربع في العاب الصالات. شكرا والى اللقاء.